العبيدي أعلن في مؤتمره الصحفي الأسبوعي انتهاء مشروع داعش في العراق، مؤكدا أن القضاء على التنظيم كان بأياد عراقية. بفضل الله تعالى وبجهود المقاتلين الأبطال استطعنا أن نحرر كل مدننا وأرضنا، وأنهينا مشروع داعش الإرهابي في إقامة دولتها المنحرفة والتي هي تشوه الإسلام وتشوه كل قيمة إنسانية حقيقية. لنا الفضل كعراقيين في إنهائها. العراقيون بتضحياتهم، وأؤكد الذين قاتلوا على الأرض العراقية فقط عراقيين، أنا أؤكد. خاف قسم يقول لك غربي وشرقي ومدري وين. نعم عندنا مستشارين من مختلف الدول، عندنا ناس ساعدونا من الجو، عندنا ناس انطونا سلاح بس مو مجاني، ترى كله اشتريناه، بس اللي قاتل على الارض فقط عراقي. نتحدى اي واحد عنده مقاتل غير عراقي، اتحدى، ماكو عندنا مقاتلين.